نحن بشكل عام نقدم الستيل ستراكشر كهياكل معدنية بالإضافة للبري إنجينير بيلدينج اللي هي الجمالونات. طبعا هي بتخدم الصناعيين كمستودعات، مدارس، مشافي، وبشكل عام أي احتياجات ضمن الستيل ستراكشر نقدمها. الأسعار عندكم في حدود كم؟ الأسعار بصراحة هي متفاوتة، يعني حسب طبيعة الجمالون، حسب طبيعة الأبعاد تبعه، الحمولات، في لها فاكتورز كتير تتأثر فيها طبعا، يعني حسب أسعار السوق. بالإضافة يعني تعرف أنت حتى الخامات يعني هي الأسعار تبعها بتصير متفاوتة كتير يعني طبعا، بس هي برينج يعني ممكن 20-22 ألف حسب بقى. 22 ألف ده للطن ولا للمتر؟ لا للطن طبعا، للطن حسب أسعار الخامات، حسب هي حسب تابعة حسب أسعار الخامات المتواجدة بالسوق طبعا. يعني طن الستيل عند حضراتكم يتراوح ما بين 20,000 جنيه و 22,000 جنيه مصري حسب المواصفات بالضبط، يعني ممكن تتراوح كده.